لقد أجمع المنتظم الدولي على تأييد المقترح المغربي الحكم الذاتي الموسع والذي قدم في العام 2007 كأرضية صلبة للتفاوض من أجل حل نهائي وعادل ومقبول من قبل جميع الأطراف. إن دعوة الأمم المتحدة للعودة إلى الدائرة المستديرة لحل النزاع بالطرق السلمية أثار حفيظة ما يسمى بالبوليزاريو، حيث بدأت ومنذ مدة بتهديد أمن المنطقة العازلة والاعتداء على معبر الجرجرات وانتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارين 24-40 24-14، وهذا ما يشجع الجماعات الإرهابية لتصعيد عملياتها في جمال الصحراء، كما يهدد الأمن والسلم الدولي في منطقة الصحراء. وأننا نرفض إسقاط الواقع الفلسطيني على الحالة الصحراوية، ونرفض أي مقاربة مشبوهة ومضللة بين قضية الصحراء المغربية وهي قضية استكمال وحدة ترابية ووضعية القضية الفلسطينية